بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين ميديا نيوز الدولية الإخبارية. الحالة الصحية للملك المغربي محمد السادس بحسب مصادر ميديا نيوز تثير الكثير من الجدل والتساؤلات داخل المغرب وخارجه، والأمر هنا لا يتعلق بالحالة الصحية للملك المريض فقط، بل بمصير ومستقبل المملكة التي لم يبلغ فيها ولي العهد سن الرشد بعد. تختلف طريقة اختيار ولي العهد في الدول العربية ذات النظام الملكي، حيث أن هناك دولا تكون فيها ولاية العهد بشكل رأسي من الأب إلى الابن، ومثال ذلك الأردن والمغرب وقطر والبحرين، بينما هناك دول ولاية العهد فيها أفقيا. وحسب الدستور المغربي فإن العرش ينتقل إلى الابن الذكر الأكبر سنا من ذرية الملك، فعليه يكون الابن الأكبر سنا هو وليا للعهد. ومع ذلك إذا عين الملك أثناء حياته ابنا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا وليا للعهد، وفي حالة ما لم يكن للملك ابن ذكر فولاية العهد تنتقل إلى أقرب أقربائه الملك من جهة الذكر. إلا أن الحالة التي يوجد فيها النظام الملكي المغربي تطرح عدة إشكالات وتعقيدات في حالة أي طارئ، سيما وأن التسريبات تتحدث عن مرض مستعص يعاني منه محمد السادس، وهو ما يعني أننا أمام ملك غير بالغ سن الرشد في حالة وفاة الملك الحالي، حيث يعتبر الدستور المغربي الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة 16 من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية، بمعنى أن هذه الهيئة ليس لها سلطة تنفيذ القرار. والسؤال، هل القرار يعود للملك الطفل بعد الاستشارات التي يقدمها له مجلس الوصاية أم لهيئات داخل القصر مشكلة من الأعمام؟ وهي الحالة التي تطرح إشكالا في الدستور المغربي. مجلس الوصاية مكون من رئيس أول للمجلس الأعلى، ويتركب بالإضافة إلى رئيسه من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية، بمعنى أن هذه الهيئة ليس لها سلطة تنفيذ القرار. والسؤال، هل القرار يعود للملك الطفل بعد الاستشارات التي يقدمها له مجلس الوصاية أم لهيئات داخل القصر مشكلة من الأعمام؟ وهي الحالة التي تطرح إشكالا في الدستور المغربي. مجلس الوصاية مكون من رئيس أول للمجلس الأعلى، ويتركب بالإضافة إلى رئيسه من رئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا، وعشر شخصيات يعينهم الملك. الأمير مولاي الحسن هو الحسن بن محمد بن الحسن العلوي الابن البكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس والأميرة للا سلمى، وهو ولي عهد المملكة المغربية. ولد في اليوم الثامن من شهر ماي سنة 2003. ترقبوا معنا متابعة لكل مستجدات حول الحالة الصحية الحرجة للملك المغربي وتطوراتها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. إلى اللقاء.